وللمزيد ينضم إلينا إسلام أبو الفتوح، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السفر والسياحة. أستاذ أبو الفتوح، بعد التحية، ما الإضافة التي تتحقق من استضافة مصر لمعارض مثل معرض مصر الدولي للطيران، وماذا عن مستوى المشاركة؟ أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. طبعا في فرقين مهمين جدا في الموضوع، الإضافة السياحية الموجودة لمصر، والإضافة اللي موجودة في النشاط أصلا المؤتمر اللي هو بتاع الطيران. النشاط الإضافة السياحية هي إضافة ممتازة جدا، لأن إحنا عندنا العالمين، والموسم الهاي سيزون في مصر بيبدأ يخف تدريجيا من بعد شهر 8، وإحنا ياما اتكلمنا في موضوع سياحة المؤتمرات وإن ده عنصر جاذب كبير جدا، فإن إحنا نعمل مؤتمرات في سياحة العالمين وخصوصا مؤتمرات قوية زي دي بتدخل دخل كويس، وبتخلي الموسم السياحي يمتد معانا لأطول من الفترات اللي كانت موجودة قبل كده. ده بالنسبة للاستفادة السياحية ومدى استفادة مصر من سياحة المؤتمرات. فكرة مؤتمرات الطيران بشكل عام دلوقتي، شركات الطيران كان الأول في اعتماد على شركتين إيرباص وبوينج فقط اللي هم في أمريكا وفرنسا، ابتدى يظهر طيارات جديدة زي شركات صينية وشركات روسية، وابتدى يبقى في تنوع في شركات الطيران داخل السوق. ده إن مصر تبقى موجودة على الخريطة دي ده بيساعد كتير. وفي الطيران الحربي نفس الموضوع، فبصراحة هو كان إضافة ممتازة جدا لسياحة المؤتمرات، ومؤتمر الطيران في حد ذاته هو نشاط موفق جدا اختياره، يعني مؤتمره في مصر يتعمل في مصر. نعم، أشكرك جزيل الشكر الأستاذ إسلام أبو الفتوح، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السفر والسياحة.